عبد القادر بن قرينه وكان نشوفه الحساب البنكي تاعك شحال راح نلقاو؟ عندي في السي سي بي بالك 140 مليون سنتيم. عندي حساب بالعملة الصعبة لا أدري يمكن يكون 10,000 يورو دولار أظن دولار مش يورو لا أتذكر وموجود. وعندي في بنك لاجي بي بنك حساب بحدود أظن 70 أو 60 مليون سنتيم، وعندي دين علي بحدود 10 ملايير سنتيم. يسألك 10 ملايير؟ إيه. هذا هذا هذه ذمتي المالية. عندي مسكن في ورقلة أفكات نصف جماعي، وعندي مسكن اشتريته عن طريق المزاد من محكمة الجزائر موجود في العاصمة. فيلا ولا مسكن؟ فيلا، مسكن فيلا يعني. هذا 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 وش عندي. أرض زراعية استصلحتها ببيع داري لما درت عملية جراحية في ألمانيا، ورفض الوزير لوح كوزير للضمان الاجتماعي يعطيني تكفل، وكنت تقريب في حالة نصل إلى حالة الشلل. بعت مسكني ودرت عملية جراحية ما توفر منها وشاط منها، درت منه استصلاح زراعي في إطار الاستصلاح وليس الامتياز. أرض بور وليس أرض امتياز في المنيع.